أخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم عبد الرحمن العروشي يحييكم من مدينة فيينا. كالعادة وكما اتفقنا سنستمر. يقول واحد المثال إنجليزي مشهور، نحاول نترجمه لكم، أن النجاح لا يأتي بطريقة عفوية ولكن يأتي بخطوات تكرارية. لما يكون سلوك الإنسان عفوي نحو الجدية والإخلاص والعمل الجاد يأتي النجاح. الله يرحم لكم الوالدين إلى ما شاركوا إن شاء الله. كما وعدتكم أنا إن شاء الله نخرج عليكم يوميا، لأن قال لك سول المجرب لا تسول الطبيب. احنا كنعرفوا ان من سمات الانسان العربي هو انسان عنده اندفاع وعنده عواطف وايموشنال، وعنده هذيك الصرخه الاولى كتكون ديما فيها الطاقه. لكن احنا في العالم العربي كنعانيو من حاجه واحده وهو الاستمرار والنفس الطويل. لكن الحمد لله اكرمني الله واكرمكم بالعبد الضعيف، والله ان شاء الله النفس ديالي طويل جدا والأيام بيننا، فلذلك سأخرج عليكم إن شاء الله كل يوم حتى أجدد فيكم النشاط يعني ونحكي لكم أش توصلت من معلومات أو كذا. أنا كتبت لكم في العنوان أن هذه المقاطعة تنتقل من نجاح إلى نجاح، الحمد لله والشكر لله أولا وآخرا، وبعد ذلك الشكر لكل المدوخين والخوانة والقاطع والجيعانين، ياك هكا 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 باش وصفونا بالقاطع والمدوخين والجيعانين والخوانة. فالشكر لله ولهؤلاء. وقبل كل شيء أتقدم بالشكر للأخ الصديق الذي كنت أحبه وما زلت أحبه في الله، الذي يشتغل في السفارة، لأن لولاه لما كانت عندي هذه الجدية وهذه الوقفة هذه، لأنه هو الذي قال لي رغم الصداقة ديالنا ولكن من منطلق العمل ديالو ضروري أنه يرفع هذه الفيديوهات ديالي أنايا لسعادة السفير. ما هو السبب الذي جعله يقول لي هذا الكلام؟ أنا هذا الكلام تقبلته بهذه الطريقة، أنه كانت طريقة رد البال، احنا ردين لك البال الخلعة ولا شي حاجة، الله أعلم واش هذا من منطلق ديالو الشخصي ولا صيفطو شي واحد باش يتكلم معايا بهذيك الطريقة. إلا أنا أقول للأسف يعني هذه السفرة دي قد أخطأت، لأن المفروض أنا إنسان مغربي كنعيش هنا في فيينا، يعرفوني الجميع الحمد لله، وطريز أكتيف في الساحة النمساوية أصلا، يعني أنا من أكبر المنتقدين ديال السياسة ديال الحكومة النمساوية، أخرج في مظاهرات وعندي فيديوهات بالألمانية وكذا، يعني لست غريب في هذه الساحة. يعني كان المفروض يعرفوا العقلية ديال العبد الضعيف، يعني كانوا لابد أن لا يتقربوا أو يتعاملوا معي بهذه الطريقة ديال رد البال حنا راه شادين كل الخلعة ولا كذا. بغض النظر كنقول أنا الله يسامح، ولكن في نفس الوقت الحمد لله لقد أحيا في هذا. قلت في نفسي أنا أتحرك في جميع الساحات وأنتقد كل الظلم الموجود على الأرض بغض النظر، ورفعنا كلمة الحق، رفعناها في تايم سكوير، رفعناها في لندن في بيكاديلي سيركس في الوسط، رفعناها قدام القناة ديال CNN في وقفة كبيرة فيها العرب تقريبا 100 فوق 5000، والعبد الضعيف لقى كلمة وكانت قوية، وكانوا هناك يعني صهاينة وكل شيء، يعني إنسان كيعرف الشخصية ديال العبد الضعيف. لكن وكل وعسى تكرهون شيئا وهو خير لكم، أنا كنقول الحمد لله كانت هذه بالنسبة لي بادرة خير أنني التفت التفاتة إلى المغرب وأنظر إليه بنظرة يعني نقدية. كذلك إنسان لا بد تكون عنده واحد النظرة نقدية، فهمتي، ويحلل
الواقع وياخذ واحد الاتجاه يرضي الله اولا وفيه انصاف. وكما قلنا ان احنا كنا كنتعاطفوا مع واحد الحزب انذاك لمحاربه الفساد، وهذا الفساد لقد تجاوز كل الخطوط الحمراء واصبح يتكلم على الساحه وكانه هو الامير الناهي وكانه هو صاحب نعمتنا. جلسوا شي ناس من هذوك البانديه الكبار ولا التماسيح ولا كذا في جلسات وكيتحداونا وكيهددونا. انا راه اللي قلقني ولا شي حاجه راني ما نتعاتقش معاه، انا راه قبيح، انا راه المونتاليتي ديالتي هكا، انا راه ما كنتعاتقش وما نسمعش في حقي وراه ما كان وراه ما غاديش ندوزها لتا واحد ولا كذا. كيخلعوا فينا وخرجت علينا هذيك المبيدقه، راك شفتوا واش قالت، وخرج علينا هذاك. وللاسف كاينين الناس اللي عندهم علامات استفهام، هذاك بنادم اللي كيقول لنا حنا مدوخين وكذا عنده علامات استفهام ماذا قام في اكادير لما كان مسؤول هناك. كاينين يعني دي زارتيكل وكذا ان كانت عنده تجاوزات ماليه، ويجيو هادو يبداو يتكلموا معنا بهذا المنطلق، لا حول ولا قوه الا بالله. ولا الاخر اللي كيقول لنا الجيعانين، هذا كله جعلني ان اخذ عهدا على نفسي امام الله سبحانه وتعالى وان اقف لهم بالمرصاد ولو بكلمه. وماذا ما تعرف انت يا المعلم، حنا ناخذ هذا المبدا في توصيل كلمه لله سبحانه وتعالى. الحوار الذي دار بين ابراهيم عليه وعلى رسوله الصلاه والسلام ورب العباد في الحديث القدسي، قال له يا ابراهيم ادن في الناس بالحج، فقال له إبراهيم يا الله لن يسمعوني، فقال له رب العباد عليك بالنداء وعلينا بالبلاغ. فنحن الحمد لله نجلس هنا وبكل احترام وأدبيات وأخلاقيات ونوصل كلمة إن شاء الله نصيحة للإخوة هذوك الذين بغوا علينا أو كذا والتقاد، وندعيهم بالفضيلة وبالسلوك الطيب وبالتي هي أحسن، لكن بشدة في الموقف، يعني نضعوا اللي الدين الصبيع ديالنا على الحروف. أبشروا إخوتي في الله، أبشروا. جوني أنايا بعد الرسالات على الخاص من إخوة، واحد الأخ بالذات لن أذكر اسمه لأنه لا أعرف هل سيأذن لي أن أذكره بالاسم أو كذا، وهذا لا يجوز، لابد الإنسان أن يحفظ الأسرار. هذا الأخ هذا عنده حمام كبير، وكان يستهلك في الأسبوع تقريبا 800 قرعة ديال سيدي حرازم كبيرة، والآن لا يستهلك أي شيء. وفي الماضي كان طلب منهم أن يعطوه يعني ثلاجة كبيرة، ولكن قالوا لي لا هذا ماشي مكان ديال الإشهار وكذا وما تصلح ثلاجة وما كيلاش وكذا. أما الآن وقد نزلت كل المبيعات إلى الصفر، وكان هو كيبيع 800 جو عنده، قالوا لي علاش ما بقاتش نشيط وكذا وهذه، قال لي مودي راه هذا الشيء اللي وقع، راه يبقى الناس حتى واحد ما كيشري سيدي حرز سيدي علي حتى واحد ما بغاه. فلذلك انتم كتشوفوا البضاعه ديالتي كلها متراكمه وراه ما نقدرش ناخذ عندكم بضاعه جديده. عرفتي اش عرضوا عليه؟ قالوا لي نجيبوا لك جوج ثلاجات كبار. في الماضي ما بغاوش يعطيو حتى ثلاجه واحده، ولكن الان بغاو يعطيو جوج ثلاجات كبار. خذ السلعه الله يرحم لك الوالدين، باش سميتو الانكام، باش القوه الشرائيه ما تنزلش، يعني حطوا هناك ركمو حطوا في هاد الثلاجات وكذا وخليه عندك. هذه من العلامات ان هذه المقاطعه الحمد لله تعرف نجاحا منقطع النظير، وحنا غادي نلتزموا بها. فلذلك انا غادا نخرج عليكم ان شاء الله كلما استطعت، وان استطعت فكل يوم. فانا والله هذا لا يكلفني شيء، وبالنسبه لي لا تكليف ولا اي شيء، انا الحمد لله عندي هذه الملكه، ممكن نجي نجلس معكم انا يوميا حتى بالساعتين ثلاثه السوايع اربعه السوايع، والله بغيتو نجلس معكم حتى اربعه السوايع ونتكلموا كل شيء. والله الحمد لله الملكه، لان الانسان انا ماشي كنعاود لكم قصص ولا كنعاود لكم شي كلام باش نعيق عليكم ولا شيء، لا كنقول لكم ما في قلبي. والانسان اسهل حاجه هو يقول ما يؤمن به، ويخرج كلام من القلب كيخرج ساهل ماهل. وحتى الناس ملي كتكون كلمات صريحه من القلب، انا اقول لكم ما اؤمن به واقول لكم ما انا مستعد ان القى الله به. هذا الكلام كله الذي نقوله على العلن وكذا يا إخوة أني أتقرب إلى الله به، وهذا من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما بالك إن كان ذلك في أهلك. بالنسبة لأهلك فهذا واجب، أنا بالنسبة لي هذه الوقفات اللي كنوقف معكم كنلقاها أنا واجب علي قدام الله، وضروري أنا نوصل لكم الهضرة وبغض النظر عن النتائج ولا كانت دي كونسيكونس ولا شي حاجة، والله إن هذا لا يهم إن شاء الله.
لأن احنا لا نريد إلا الخير لهذا البلد. فلذلك يا إخوة الله يجزيكم بخير، احنا يا الحمد لله أحيت فينا هذه المقاطعة حب الوطن، لقد أماتوا فينا حب الوطن. نحن هاد لا جينيراسيون ديالتي أنا، الأغلبية اللي خرجوا في بداية الثمانينات أو في أواخر السبعينات ولا كذا، لقد أماتوا فينا حب الوطن وكل شيء. أنا ذاك للأسف ضيقوا علينا أكثر من القياس، كانوا كيخليوا ضربونا في لافا، كيخليوا ضربونا في المدرسة، يخليوا ضربونا في سميتو في الثانوي وفي لافا، كانوا يدخلوا علينا حنايا دوك اللي كيسموا الريافة ولا الأواكس ولا كذا، المولاي عبد الله ولا شي حاجة يشخشخوا بونا كنا، فهمتي؟ بنادم ما كانش كيهضر للأسف، وبنادم كان كيخاف بزاف في المغرب، فهمتي؟ والإنسان اللي كان عنده فكر شوية نهضوي ولا توري بين قوسين ولا يرضى بالضيم أو كذا، كانت المعقدية صعيبة المعلم. حنا راه كنعرفوا أش وقع، عباد الله تغبرات، عباد الله تقتلات، عباد الله تودرات، ما عرفناهمش فين مشاو. فلذلك لم يكن لنا مصير إلا أن للأسف وبكل أسف حنا نزيدوا في حالتنا. وكان هذا خطا. المفروض الانسان، حنا دابا اغلبيه كيقول لك انت يا برا ولا كذا، والله اللي الظروف في احكام، قسما بالله العظيم لو استطعنا لبقينا هناك، لكن هذا كان تقصير مننا حنا، لان حنا خرجنا وخوينا لهم الساحه، وجاو غير هاد المساليين هادو، هاد المقطعين هادو للاسف كتشوفهم يجلسوا عليك في البرلمان ولا كيجلسوا عليك في جلسات صحفيه، والله ما يقدر يقدو جوج كلمات، مستوى رديء جدا، ما يقدرش حتى يناقش، ما يقدرش غير يتكلم على موضوع لمده كي شنو هما كيديروا ليه، كيبداو يعاونوه هادوك اللي جالسين معاه، كيعاونوا معاه يكملوا ليه بحال المقطع، ما عندوش حتى باش يقدر يقول جوج كلمات مفيدات. وهادو للاسف يتكلمون بعنهجيه ويتعلموا يتكلموا معنا من الفوق، ليس لهم حتى مستوى، هؤلاء لانهم اوضعوا هذوك، هذه كلها مواريث يا المعلم، هاد الناس كلهم تزادوا وتحطوا تمايا، كل شيء مهيئ لهم حتى باش يوصلوا لتما. علاش ملي كيجي كيلقى كيبدا يهضر كتقول هذا ما يمكنش، هذا واش هذا حدو حتى البكالوريا ولا عنده الكاترياماني؟ مستوى رديء جدا. وهذه المقاطعه هذه كما قلت لكم اسقطت الاقنعه على الجميع. شوف للاسف احنا كانت عندنا النقابات اضعف الايمان في السبعينات ولا حتى في الثمانينات، كانت قاصحه وكانت مع كانت قويه جدا، كان عندها حضور قوي. حتى ولات عندنا حنا دابا النقابات الشتويه، النقابات في برومي ماي على هضره كيقولوا تاع الله، هادوك يستاهلوا يكونوا في النقابات، الجمعيات النقابيه وكذا. صوت العامل، صوت الضعيف، صوت الفقير، صوت الشاب، تا ولاو كيطحنوا هما الشعب، كيقول لك هادشي غير بساله وهادشي كذا وكذا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فلقد اسند الامر الى غير اهله. فلذلك حنايا ان شاء الله علاش واقفين معكم، بغينا نقوموا بواحد القضيه ديال التوعيه ان شاء الله، بغينا ناخذوا بلادنا، نريد استرجاع وطننا، ونريد احياء حب الوطن فيكم وفي الجيل الذي سياتي ان شاء الله، لان بلدنا من احسن وطننا من احسن الاوطان في العالم، والله العلي العظيم. وهذا الشعب طيب جدا، فلماذا نترك هذا الوطن لأناس لا يهمهم هذا الوطن، لا يهمهم إلا خيرات هذا الوطن، وإنهم من جلدتنا، إخواننا كما قلت لكم. أنا كنقول لكم ديما الله يرحم لكم الوالدين، وهذا والله إني أترجاكم يا إخوة، الله يرحم لكم الوالدين، حنا كنتقدوهم ونؤاخذهم على سوء تصرفاتهم، لكن ما بغيناكمش الله يرحم لكم الوالدين تدخلوا وتبداو تسبوا لهم في الاعراض وفي مواتهم وكذا، انهم اهلنا المعلم، ولا نرضى لهم هذا كذلك، كما لا نرضاه لنا لا نرضاه لهم. اخواننا داغوا علينا، نجلسهم المعلم ونتفاهموا معهم ونردهم الصواب ديالهم. وبغينا حنايا في اخر المطاف هذه الحلوه هذه ديال هذا الوطن وهذه الخيرات هذه تفرق، باش كل شيء يعيش حياة كريمة طيبة مطمئنة. وفي سبيل هذا والله لا نخاف في الله لومة لائم. إلا بغاو يحبسوا علينا الوطن ويزبطونا وما يخليوناش ندخلوا ليه فذلك شأنهم. حنا ما غاديش، حنا ما عندنا ولاء لتا واحد وما كنخافوا من تا واحد. ولاؤنا لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ولأمير المؤمنين محمد السادس نصره الله. هو راعي ونحن راعيته. وإلا كان هو شافنا احنا على خطأ ولا كذا وبغى يحبسنا على المغرب فذلك أمر ثاني، يحبسنا. أما هما والله ما يحبسونا على شي مغرب أبدا، عرفنا عندهم يدهم طويلة ويقدروا يأديوا الناس وكذا، راه شفناهم أداوا الناس اللي خرجوا في الحسيمة ولا خرجوا في جرادة ولا شي حاجة، راه شفنا. لكن احنا الحمد لله عندنا بعد
عندنا بعض الحسنات الحمد لله، لكن هذا لا ينفي أننا نقول كلمة الحق ونقول ما يرضي الله ونقول ما يعود على وطننا بالمصلحة إن شاء الله والمنفعة. لا بد لكم، أنا أترجاكم وأناشدكم في هذا الشهر الكريم في رمضان، أكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء، واطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يقذف حب الوطن في قلوبكم. لا بد لكم يا إخوة، واش هتفرطوا في هذه البلاد؟ هذه البلاد هذه كريمة، فيها خير كثير ونعمة ما شاء الله، إنها والله نعمة الله علينا. فربوا أولادكم على حب الوطن لكي نرجعه إلى أصله. أجدادنا كانوا يحبوا هذا الوطن، لقد جاهدوا بكل شيء يا إخوة. علاش حنا جينا حنا وغنفرطوا في هذا الشيء كل شيء؟ واش كتعرفوا علاش أنا دائما ندخل عليكم وكل يوم عندي واحد الطريقة ديال الحوار مخالفة للأخوة؟ ما عندي لا مصلحة لا والو، أريد فقط إحياء حب الوطن في قلوبكم، لأنني استفدت أنا ورأيت وعاشرت سوريين مصريين ليبيين تونسيين كل شيء، ورقيتهم أن السبب الذي فرطوا في طريقهم للإصلاح هو تفرقتهم، وبعضهم لا يحب وطنه كما يجب، فلذلك أخاف عليكم ولا أريدكم أن تنتهجوا نفس الطريق الذي أخذه الآخرون. نحن إخوة، كل المغاربة إخوة الحمد لله، نحن وطن وشعب واحد ونحب بعضنا الحمد لله، وإذا تجاوز بعضنا على الآخر نقومه إن شاء الله، كلنا إن شاء الله نقف وقفة ونصدوا من العدو ديالنا حتى ما يبقاش هو يحشف. شوف شوف والله قوتهم في تفرقنا وفي ضعفنا، وضعفهم في تجمعنا وقوتنا واتحادنا. لا بد أن تكون الرحمة بين أهلنا، خاصكم تردوا هذاك النفس القديم اللي كان اللي عشت فيه أنا هذه 40 سنة وكذا في المغرب. التضامن الاجتماعي ليس فقط ماديا ولكن يكون عاطفيا، تكون شوية ديال العاطفة، يكون شوية ديال التآمل، شوية ديال الصبر، حتى نبداو بخطوات جديدة. الله يرحم لكم الوالدين. وبلاتي بعدك بين قوسين لا تنساو تحبوني، أنا كندير لكم موعظة وراحنا مقاطعين المعلم. باش الشيء هذا راه صافي، حنا راه داك الشيء دوك الثلاثة راه مقاطعينهم المعلم، هذوك راه مابقيناش كنهضروا عليهم. دابا ملي كنهضروا كنهزوا المعنويات وكنحاولوا باش ننسقوا ونشدوا من العضود ديالنا ونحيوا حب الوطن فينا، وباش نكون الحيويه في هذا الشعب هذا باش يخرج يخدم البلاد. ما بغيناش هذاك التواكر، الاغلبيه راه باش نكونوا واضحين كذلك، حتى حنا راه خسرنا بزاف د الحوايج. بنادم يتواكر غير كيبقى يتمنى وكذا، وراه لقيت يتمنى ولا كذا، واحد راه معلم كيفيق ليه بكري وكيديها كلها. حنا المعلم حسنا خصنا نولوا بحال الاجداد ديالنا والاباء ديالنا، نخدموا هاد البلاد. انا راه كنهضرها من منطلق ديالي انا الشخصي، انا غير في العائله عندي ناس عطاهم الله كل شيء، عطاهم الاخلاق الادبيات العلم وكلهم المعلم بلي دوغري ديالهم وكل شيء، ولكن فنيانين ما باغينش يخدموا المعلم وما عندهم حتى عذر، كيتشرطوا كذا. المعلم انسان كيخصو يخرج يدبر على رزقه، كيخصنا نخرجوا ونجاهدوا ونخدموا هاد البلاد. هذه هاد البلاد غتزيدها بوحدها وتطلع بوحدها. المعلم الا فرطوا فيها وخليتوها راه غيجيو الاخرين ياخذوها، والا خداوها راه مالهم غيطلقوها ليكم، راه والله ما يعتقوكم بالله. فلذلك الله يرحم لكم الوالدين، حنايا بغينا اون باراليل، حنايا راه ما غنتعاتقوش، حنايا المعلم حنا راه مقاطعين، حيت هاد المقاطعه هذه الحمد لله حيات فينا بزاف ديال الحوايج، خرجت فينا احسن ما فينا وفضحات أسوأ ما فينا. فهذاك السوء كيخصنا نصلحوه ونكونوا حنايا ان شاء الله اون دو اتر دي زيكزامبل المعلم، دي بون اكزامبل، حنايا نوريهم المعلم حنا اخلاقنا عاليه، رغم ذلك حنا عندنا قوه وكذا، ولكن عندنا الرحمه فيكم، نحبكم في الله، انتم من اهلنا اخواننا في هذا الوطن، والكل ان شاء الله في خدمته، احنا بغينا نعدلوكم. واش سمعتوا الاخوه؟ الله يرحم لكم الوالدين، لا تصغروا من هذا الكلام، هذا الكلام والله مهم جدا، لان ملي كندخل انا للعائلات المغربيه وكذا، الحمد لله انا ما كنمشي للمغرب حتى تحبتين، انا كنمشي للقهاوي ولا شي حاجه الخطره كيعرفوني المعلم، لا انا راه كندخل وسط العائلات وكندخل على الحباب والجيران ونمشي للسواق والاصدقاء، وكنبغي ندرس العقليه وكنشوف فين وصل المغرب، كندخل المغرب بمعنى الكلمه، حيت انا باغي نخدمو باي طريقه، باغي نشوف ونمشيو للناس وكذا ونعاشروا الناس حتى اللي ما كنعرفوش، تلاقينا معاهم في الفيسبوك
وعندهم مشاكل معينه ولا كذا، كنمشيو نجلسو ونسمعو ليهم ونهضروا معاهم ونحاولوا ان شاء الله ننسقوا باش كل شيء يكون بخير. حنا بغينا هذا المغرب، لان شوف انا عندي 53 عام، هذاك الشيء اللي جاي ماشي قد اللي مشى، وعلى مالي انا خلقني الله باش غناكل ونزبل ونرد البالي ونشبع انا ونزيد؟ لا المعلم، بغيت نخلي بصمه، وانا الله سبحانه وتعالى اكرمني بهذا الفيسبوك، وحق الله العلي العظيم انني اشكر الله ليله وضحاها على هذا، قسما بالله العلي العظيم اعطاني فرصه باش نوصل كلمه القى بها الله سبحانه وتعالى للملايين الحمد لله. والله انه خير، انه خير، فاحسنوا استعماله. راه الا دخلتوا على الصفحه ديالتي والله نتحداكم واش تلقاو شي موضوع شخصي ابدا، ولا تلقاو تصويره ولا كذا، غتلقاو جوج الحوايج، هم الامه والدعوه لله. انا راه ماشي فقيه ولكن انا غير ناقل، يجوني احاديث وكذا وكذا وموعظه وكنحطها، هذا هو الذي اتحرك، هذا هو الافاق الذي اتحرك فيه، وانصحكم ان تتحركوا فيه. لان من المأساة كتدخل مثلا اليوتيوب وكتضرب على شي فيديو كيبان لك شي واحد بحال داك المجرد ولا داك المقزب ولا كذا، ومني كتشوفو كتلقى عنده 150 مليون كليك على اغنيه، ومني انا الحمد لله ما سمعش الموسيقى 30 عام الحمد لله، ولكن انت بحب الاستطلاع كتضرب وكتشوف كتلقى الخبات، كتلقى السوء لا حول ولا قوه. هذا الشيء الزبل هذا عنده 150 مليون كليك. فلذلك بغيتوا تحاربوا المعلم، هذا الشيء كله حاربوه في بيوتكم، خرجوا لنا جيل يكون واقف صحيح باش ينقد هذا الوطن وما يخليش ينزل لتحت. واش فهمتوا؟ بغينا هذا الجيل. شوف وحق انا ديما كتعجبني واحد الجمله كان قالها السيد قطب لما ساله القاضي، قال له واش نتايا تريد، هل انت تريد قتل جمال عبد الناصر؟ فضحك السيد قطب فقال له لا، قتل جمال عبد الناصر موضوع تافه، وهذا للأسف لن يكون بالنسبة لنا هدف تافه، هذا لا، نريد أن نحيي شعب لا يخرج فيه أمثال جمال عبد الناصر. ونحن كذلك نقول لكم ربوا لنا جيل لا تخرج فيه أمثال هذيك اللي قالت لنا يا القطيع، ربوا لنا جيل ما يخرج فيه بحال هذاك اللي قال لنا يا المهابيل ولا يا المدوخين، ربوا لنا جيل ما يخرج فيه بحال هذاك اللي قال لنا يا الجيعانين، ربوا لنا جيل ما يخرج فيه بحال هذاك المقرفش داك المخرفش اللي قال لنا انتم خوانا. هذا هو الجيل الذي نريد ان نخرج لهذا الوطن، وانه مسؤولية عليكم كلكم يا المغاربة، كلكم يا الخوانة يا المداويخ يا الخوانة يا الجيعانين، هذا الذي نريدكم أن تفعلوا، هذا هو الذي هذه هي الاستمرارية، هذه هي المقاطعة الحقيقية، مقاطعة الظلم وقلة الأداب وقلة الأخلاق وكذا، هذه هي المقاطعة التي نريد أن نحيي شعب وجيل على الطاعة على السلوك الطيب. احنا راه عارفين راه كاين الجوع، ما كاينش المدارس ما كاينش، ولكن كاين لابد تكون الاراده، الاراده هي المهمه، الاراده مهمه يا اخوه. راه شوف راه غادي نزيروهم وغادي نقاطعوا عليهم وغادي ينزلوا الثمن وغادي وصافي ونمشيو في حالاتنا، والله يا حسرته لو كان هذا هو الهدف ديالكم بوحده. لا، العبد الضعيف لهدو الهدف كبير في هذه المقاطعه وفي التربيه وكذا، راه جاينا موازين نوقفوا عليها وقفه صحيحه، ما يمشي حتى واحد، واللي مشى يرد الباء يشوف بحال هكا، يشوف كل شيء كيشوف فيه شوفه ناقصه. حنا بغينا المعلم ما نعطيهمش فرصه ان فهمتي سوء التدبير وسوء الاخلاق ولا كذا يلقى صالون فين يتحرك، العكس المعلم، المعلم حنا يكون عندنا الفارق، فهمتوا؟ نديروا حنا الفارق في سلوكياتنا. المعلم شوف شحال من واحد كيقول لك حنا بغينا الوحده العربيه الاسلاميه وكذا، كنقول له هذا كلام، لما ان شاء الله تحدثها في قلبك ستكون على ارضك. الايمان يسبق كل شيء، لا بد لنا ان نؤمن بالافكار، لا بد لنا ان تكون لنا احلام ساميه المعلم، ماشي تكون احلام صغيره فهمتي ديال الحيوانات اكل شرب وكذا، لا المعلم حنا اكبر من هذا، وانتم والله اكبر من هذا. هذه المقاطعة أظهرت وأبانت على سلوك عالي فيكم، وشوف وأنا
أشهد هذا أمام الله وألقى به الله. كنت في المغرب أنا هذه تقريبا واحد 3 شهور، ودخلت لعائلات فقيرة جدا، فقيرة جدا، وحتى الآباء ديال المستوى ديالهم في الدراسة قليل، لكن لقيت أبناء، أبناء ما شاء الله، أخلاق وحياء ونفس وأدبيات، والله تشهيتهم، قلت الله أكبر، بارك الله فيكم. هاد وليدات هاد، وهذا كنتكلم لكم على وليدات الجيران ديالي، وليدات كسي العشاب، كنهضر لك على وليدات كسي العشابيه، انا نقولها لك، كنهضر لك على المصطفى وعلى الدراري ما شاء الله. هاد الوليدات اللي كنهضر عليهم لقيت الاخلاق ديالتهم عاليه ما شاء الله، اني افتخر بهم. ووصيت ولدي قلت لي هادو تعاشرهم، هادو هما خوتك، خرج وشد معاهم الطريق وكذا. بغينا هاد التضامن الاجتماعي، بغينا هاد الشيء. ولدي انا رزات في اوروبا وكذا، لكن احبهم، يجي كيحلم لي بهم، كيقول لي با دوك الوليدات متخلقين ما شاء الله، زوينين، مأدبين، عندهم عزة النفس، نفسهم ماشي صغيرة، كانت لا كبار، صغر منه، وتا هو باغي يخلص وكذا، وما عندوش. قلت له الحمد لله، هذا هو الأهل، هذا هو الشعب الذي نريد، فنريدكم بالله عليكم أن تربوا لنا مثل هؤلاء، مثل هؤلاء لن ينبطحوا، مثل هؤلاء لن يباعوا ولا يشتروا، لأن عندهم عزة نفس، ما يعطيش الدو. مثل هؤلاء يخرج ويطلب رزقه بكل بالغالي والنفيس، ويجيبه ويأكله عزيز، ولن يرضى بالدنية لا في ديني أو في وطنيتي أو في عزتي أو كرامته. بغيناكم تحيونينا الكرامة في الشعوب وفي الأجيال وأبنائنا في المستقبل، لأن للأسف لقد أفسدوا أخلاق القوم، لأنهم هم تعاملوا بالبيع والشراء، أفرطوا في المال، وجعلوا كل الناس أثمنة لا أقل ولا أكثر، حتى الناس اللي ولات كتدخل الخدامي ولا كذا لا كتعطاش ليها الخدمة لأنه هو إنسان خلوق أو كذا، لا، المعارف واش تقدر تبيع راسك، واش تقدر كدير كذا، ولا سلعة. حنا بغينا نخرجوا إن شاء الله، إن سلعة الله غالية راه هي الجنة، وراه حنا المعلم اللي كيوصلك للجنة هو الخلق الطيب والمعنويات العالية والأدبيات وكذا، حنا بغينا هاد الشيء المعلم. وبين قوسين، وعندكم تنساو حنا راه مقاطعين المعلم، راه ما نتعاتقوش، حنا بغينا إن شاء الله غنديروا واحد الدورة أخرى ونهضروا معكم بطريقة أخرى، عارفين لاش؟ غدا الجمعة إن شاء الله. وكل يوم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى رمضان. واش شفتوا المعلمين، انا عندي معكم طريق وعندي معكم احلام كبيره، كبار من هذا الشيء، الشيء راه غير محطات صغيره، حنا بغينا المعلم الهدف الكبير ان شاء الله، نصلحوا هذا البلد، نزحموا المعلم في الساحه، ما نتركوش لهم الساحه، ما نخليهمش يخسروا لينا الساحه، يخليوها غير موازين، ويخليوها غير فشور وكذا، طلع لطنجه، طلع كذا، تشوف العجب. خصنا نزحموهم المعلم، نزحموهم باخلاقنا، نزحموهم بابنائنا، نزحموهم بسلوكنا. ولا شوف، وما نطمعوش داكشي اللي في يديهم، ولكن نحاسبوهم، تعاتقوش معاهم المعلم. حنا راه ما كنطلبو حد، هاد الخيرات راه كلها ديالت بلادنا الحمد لله، راه ديالتنا كنا، وخصها تتقاسم بالتوالي، واش فهمتوا ولا لا؟ كنتو كتسناو شي كلام واقيلا قاصح ولا كذا، هذا هو الكلام اللي كيهم، هذا هو اللي غينفعنا حنا في المستقبل، وراه حنايا، وراه حنا في حنا في داك الشطر الأخير من العمر. راه داكشي اللي مشى ماشي قد الشيء اللي زاد، كيخصنا نفكروا شويه في المستقبل ديال الابناء ديالنا والاحفاد ديالنا، ضروري نوجدوهم لحياه كريمه. احنا الا تفرطنا فيها راه كنا فرطنا فيها، لان للاسف ما خدناش بالاسباب الحقيقيه، واش فهمتوا؟ وانا ان شاء الله نتداركوا ونوصلوا لوليداتنا رساله قيمه. خصنا نربيو شي جيل ما يكونش باغي في هذه البلاد غير ياكل فيها ويشرب فيها، بغينا شي جيل يخدم هذه البلاد، بغينا شي جيل تكون عنده الغيره على هاد البلاد، يبغي يخدمها، يبغي تكون عندها الصناعه عاليه، تكون عندها لا تكنولوجي، الالكترونيات، كل شيء. نبغيو هاد الجيل يخرج، ماشي باغي غير ياخذ فلوس ويخبز وعندو دار وياكل ويشرب ويزيد. كبروا الاحلام ديال الاولاد ديالنا، الله يرحم لكم الوالدين. عرفت واقيلا تقلت عليكم، سمحوا لي، ولكن هذا هو الذي جاء في خاطري. فانا والله ما راه ماشي كنجلس ونبقى نفكر ونقول اش غنقول لهم ولا شي حاجه، على حساب الهوى، على حساب الاحساس، واش فهمتوا؟ كيف قلت لكم انا داكشي اللي في قلبي وهواي انا كنقول لكم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى ما فيه خير لكم في الدنيا والآخرة، وأن ينفعكم وأن ينفع بكم، وأن يعلمكم ما لم تعلمون، وأن ينفعكم بما تعلمون، وأن يجعلكم إن شاء الله أدوات في الإصلاح والبناء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقه بالبطانة الطيبة الصالحة التي تساعده على الفلاح والخير والإصلاح. وأسأل صاحب الجلالة محمد السادس أن ينظر إلينا بعين الرحمة وعين الوفاء، وأن ينصرنا وأن يحفظنا وأن يحافظ علينا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.